ايش حابب تقول؟ ليه جوست باش نوضح له معاه في الكلام هذا، ممكن حتى كي يغيب لك البليلي اليوم، حتى كي يبدا البليلي موجود تنجم تعمل له ماركاج وتنجم حتى تحصل الملاعب هذا، معناتها نورمالمون الملاعبيه الاخرين يلقاو لك سوليسيون. اليوم الحقيقه سلام نحكيو على مباراه سليمان بين بركاش، بلي كونه الملاعبيه اليوم نتاع الترجي ما تنجمش تلعب في تيران كيما تيران قرب، خاطر الأغلبية الملاعبية اليوم يحبوا على الاسباس. ممكن الترجي كان جات في راس راهي مقابل اخرى. اليوم استغل اليوم سليمان ما استغلتش العامل التيران تاع قرب، خلينا نكونوا واقعيين. ممكن المدرب، واحنا عقلية التونسي اليوم كي تمركي بونتو وضد فريق عندك الفرحة ياسر والبهتة ولا بروف، معناتها جات عادة قبل ميتون اللي هو أحسن وقت اللي جا فيه البونتو، معناتها كان ممكن لعب نفس الطريقه نتاع الاربع دراج الاولانيين المدرب ممكن كان ما ينجم يقبلش، كان يبريسي. خاطر اليوم الترجي اليوم كي تسكر لها ليليني، معناتها تسكر لها الوسط نتاعها والباس اللي تتعطى اونتر ليليني ما لقاتش اللعبه نتاعها ليسبيرونس. بار كونتر ما ننساوش بلي كونو سليمان عديت مباراه كبيره، نعرفوا الترجي اليوم يمر فتره باهيه، يظل ثلاث انتصارات متتاليه ولا اربعه. دو ماتش دو ماتش. لا نحكي لك على الشامبيونز ليغ والشامبيونز واللي هي اهم حاجه اليوم في تيران هذا، هي اهم حاجه سليم راه ان الريزلتا. ممكن الحقيقه كما نقولوا رومونتادا من اللعبيه قوه شخصيه نتاع اللعبيه. بار كونتر غياب المليلي صحيح اثر، ما يتبقى اليوم لينا كوناتي اليوم الحقيقه ابهرني الملاعب هذا، كانت عنده كاليتي تكنيك استنيناه اساسي للماتش الثاني كي يهبط يوري انه يستحق معناتها بلاصه كاساس. ممكن اسافوار انا مانيش حاضر معاه، ممكن ماهوش جاهز بدنيا قاعد يعطي فيه في طونجو شويه، ممكن مشي في قادم الايام ممكن يكون اساسي. بار كونتر سليمان نعرفوا يظل توقف البطوله اثر عليه، واليوم اللي هو الغلب الفارق في اليوم في المباراه هذه اللي هو العامل البدني نتاع الملعبيه الحقيقه. مي بار كونتر كما قلت الحارس عجبني، ما نحبش نتكلموا عليه سيري ذا اليوم، تكلمنا على الحراس من اول مباراه معناتها من اول مباراه ليهم وما نحبوش نشكرهم برشا، ديما نحبوا يسقي على القاع، مي فيتور تاع جارديان باهي، مي اسمع يسقي اول مره لعب بناريتو. اي اول مره يظل معناتها اول موسم اول موسم ليه معناتها حمزه غانمي. لا لعب قبل وين لعب؟ لعب في تطاوين، يظهر لي في تطاوين لعب، لا مش اول مره يلعب حمزه، ولعب في سليمان قبل زاده مش اول مره. لا نحكي على مستقبل سليمان، السنه اول سيزون مع سليمان. اول سيزون مي حاجة بركة اليوم زادة كيف كيف في ظل الناس الكل تحكي على غلطة ميميش، ظل حكيتها قبل قلت راهو جارديان صغير صحيح اليوم مستقبل نغزروا له نتاع المنتخب، مي ميميش راهو اليوم كي تحكي العبيد على غلطة قبل ممكن تجي في الفايدة، اليوم ثاني غلطة راهي متتالية ورا بعضها برشا. ما نعرفش ميميش شنو الحملة اللي قاعدة تصير عليه، ظل أنا مانيش معاه. لازم خويا يراجع روحه الحقيقه، تلعب في جمعيه كيما الترجي. فهمتش حمله ولا يراجع روحه؟ لا حمله توا قاعد عليه، ماك شفتك الموقع التواصل في الفيسبوك وبرشا كلمات وطفل معناتها في زوز ماتشويات اسلام جارديان يغلط لك زوز اغلاط بنفس الطريقه بريسك، معناتها يسيب بنفس الطريقه هاك شفت معناتها دنيير ديفونسور معناتها ديفونسور مع لاتاكون نورمالمون ما يخرجش من 18 نتاعو، لازم يرجع روحه. انا نقول يظل على الهيئه وما نعرفش كان معناتها العباد تقول لك ينبر ولا سافوار، انا من رايي نحكيو على كارديام اخويا في اي جمعيه اخرى اختانا من الترجي راك تغلط في زوز اطراح راهو الاولى تعديها لك الثانيه سي لو مومون. انا نقول بشير بن سعيد خاطر وقتها باش تعطي فرصته بشير بن سعيد. لا بشير بن سعيد لا 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 لا, لا, لا. نحكي لك اليوم الجارديا لازم راهو اسمع في مصلحته انا الراي يرتاح خير، خاطر اليوم العباد اسمعني اسمعني في مصلحته كي ترتحوا باش في مصلحته لا لا اليوم يمر بفتره مش باهيه. بالك شي يتمس مورا الماء، علاش تقول فتره مش باهيه؟ لا لا ما فهمتش لحظه خلينا نكمل. علاش تقول مش فتره مش باهيه مع المنتخب؟ ما منع المنتخب في الماتش تاع المنتخب قدم مستوى كبير، زوز غلط ساريف عادي ناخذوا معاه مش لازم نحطوا على البنك. صارت لنا قبل في الكوب دافريك الملاعب اللي نحيوا نحطوه على البنك وتواصلت الاخطاء. امشي فسر لك حاجه برك سلام، تغلط لي غلطه نجم نتفاداه، نجم لعبك الماتش اللي من بعده زوز اغلاط متتاليه. هو ما لعبش الماتش اللي من بعده، لعب بشير. لا لا هذيك معناتها رابح حرب على البلاش ولا اعطيه فرصه لبشير، ما نحكي لك انا ما نحكي لحين من الماتش دك هذاك، اما نحكي لك قال بربي تخص عليه خاطر لحين الفكره. مش العباد ما تفهمنيش بالغلط يا سيدي. خليني نعطيك العباد مش تفهمني بالغلط، انت انا نقص معاهم بالله. خليني نفسر حاجه. الجارديان وقتاش احنا جاردانات نعرفهم وين حسب لعبت الجارديان ياخذ فرصته كي يغلط لك مره اثنين الجارديان وقتها باش ياخذ فرصته سي لوكازيون. انا كملاعب انا كمدرب نخير في مصلحه الملاعب
رتحوا الوقت هذا خلي ياخذ فرصته بشير، خاطر اليوم ايش اقول لك؟ تقول لي يغلط مره واثنين برشا يا اسلام. انا نقول على الاقل في مصلحه الملاعب، قالوا اليوم غلطت الماتش الاولاني ما عادش يغلطها، غلطت المره الثانيه يرتاح اللي هو باش يعاود يراجع نفسه. باهي خايف حبيت تقول شو حبيت انت نتفاعل معاه مروان على فيما يخص مامي بربي. نحب نسالك سؤال، شنو هي الكوره اللي جاتو شدها البارح في ماتش البارح؟ حتى كوره ما جاتو حتى تيرو بيوت من سليمان جات الحاس ما نحكيش على الكورة اللي جات، ونحكي على الفوت اللي ارتكبها اليوم. نحكي مونتالمون، كل مونتالمون ماهوش قاموش اللي نعرفوه من مش تاع اللي عدى السيزون تاع عمناوي. خلينا نكمل معاك، انا من رايي يرتاح. ما انت ماكش مدرب وانا مانيش مدرب، انا من رايي ما نعرفش، انا من رايي يرتاح. سي لوكازيون باش نشوفوا بشير. اسمعني، قلت المدرب الحارس عمل تري موفي كالكول، كرة طويلة هي تلعب في التراجي اليوم. شو موفي كالكول؟ شو مدخلني فيه موفي كالكول؟ اليوم عنده تو عميل الملاعب هذا، سبحان الله. لا ممكن اثرت عليه الغلطة الاخرى. عمين عمل غلطتين. لا 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 نحكي تو شخصية. شو لا 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 مروان وصلت فكرتك، سيبوها واضحة فكرتك. نحب نسألك سؤال، انت تو بارك الله عليك لعبت في الاستاد ولعبت في الجدوان ولعبت ولعبت ولعبت، قدام السونتراج غلط في حياتك عملته مش كيف كيف الجول كي... لا لا جارديان كي يغلط اخر ديفونسور جارديان مش كيف كيف مش كيف كيف انا نغلط يرقع لي صاحبي جارديان كي يغلط ما يرقع حد عقبوك هي كي خرجت او من ديزويت كي تبارك البوت وشكون ما نحيله من تالي انا شقلت مالوريزمون البوست نتاعو حساس الجارديان لا هذاك دونك يغلط هو تظهر معناتها انا مانيش ضد الملاعب هذاك اليوم يمر فتره خايبه كان تحب تضر التراجي تزيد تلعبوا ماتش اخرين ما يلزموش يواصل وكا هو انا حسب رايي انا شوف انا مانيش عايش معاه على حسب رايي جلسة في جمعية كبيرة كما تراجي راهو برشا. خليني نقول لك نحييه في رايك هبط هبط بشير والا يعطيه الثقة ويخليه كامل. يلزم يزيد يجدد فيه الثقة. يزيد خليه شوف انت باش تحمي اللاعب وكلنا لعبنا ولعبنا كبار وشوف ولو كادر مروان. نحيت مسو مولا المورا. نحيت مسو مولا المورا خليه يكمل. لا نحكي عادي انا راهو احنا كورة. اختيارات نجم تقول المدرب حتى المدرب كي يبدا يقول لك زعما نحيه والا نخليه ينحيه عنده مؤثرات نتاعو ويخليه عندها حاجات ايجابيه علاش هو يسوي كيد الترشي باش تقوي الكونكورنس صحيح شوي. واليوم الجارديان نتاعك اللي قدامك عمل زوز غلط في زوز مقابلات اسكو هو خسرك في مباراه يا ودي بار خسرك انا نحكي على الروندوم تاع الملاعب باش مدخلني في الريزلتا ما الريزلتا تغطي ما عملش حاجات كراف نو سي ما عملش حاجات كراف لا عاد لا اليوم خاطر تلعب في الدراجي يا ودي لا 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 خويا اليوم انت الريزلتا يا طارق راهي تغطي برشا الربح يغطي برشا حاجات اي صحيح ربح دونك سي نصلح على الربح هو ماميش يصلح على الربح حاجه اخرى ما تنسيش طفل صغير وراو الاذواء تو الكل عليه ماشي صغير كي نحكيو على عسكر كان في افريقيا ومن بعد نرجعوا له كي يغلط نقولوا صغير نحينا من الوقت صغير نحينا الوقت صغير نحينا ودي نحكي لك صغير في الاكس صغير في الاكسبيريونس لا لا فماش ما عادش حكي الاكسبيريونس نحكي لها تشامبيونز اليوم بريمير جاردان تاع الاكسبيريونس عندي سؤال ما عادش فما صغير عندي سؤال تو تدافع على الشبان وتدافع على الصغار ديما وتقول خلي يغلطوا مثال شيء هاي غلط منيش علاش الديسكور نتاعك ديما مع الترجي متناقض سام راك ما دخلتونيش مع العباد اليوم من مصلحه الملاعب حاول تقول الملاعب يا ريتو انا كي جيت ملاعبي وقاعدين نقعد زوز مقابلات نقول المدرب تو الحقيقه نقول له خلينا نرتاح فما ملاعب يقول المدرب خلينا نرتاح ما نلعبليش لعب صاحبي يا اسلام يا اسلام مش اليوم اسمعني ما تبداش تغلط لي في كلامي انا نرتاح نمشي للملاعبي اليوم في حاله معناتها الملاعبي اليوم زوز مقابلات ورا بعض راهم برشا راهو يا اسلام ما غلطوش العباد راهم مش ناقصين مش عارف يلعب في التراجي وصلت الفكره جي بيريود معناتها تعطيه وقت باش يرتاح فيه وبعد باش يرجع راه باهي خلينا نرجع نحكيو اكثر فنيا على المقابله خلينا ناخذوا راي مختار تحكيميا نبداو مع فقره موفي ولا وبعدها نرجع نسيتها ولا